هذا سائل يقول: كنت يوما في أحد في إحدى المحاضرات، وكانت المحاضرة بين المغرب والعشاء، ونمت وأنا لا أدري تقريبا 10 دقائق، وأذن للعشاء وصليت العشاء، فهل صلاتي صحيحة؟ إذا كنت جالسا يعني أصابك النعاس وأنت جالس فصلاتك صحيحة، أما إن كنت اضطجعت ونمت وأنت مضطجع أو مستند على شيء فلا بد من إعادة الصلاة، لأن النوم من المضطجع أو من المتكي ينقض الوضوء، أما النوم من القاعد فهذا لا ينقض الوضوء. نعم.